اليوم اللي جاي نشوفه يعني، والجاي يعني خلينا نقول مع التماس مع بعض الشركات، انه جاي يكون دخول يعني بغير خلينا نقول بغير طرق صحيحه من الاقامه او غير الامور. والدليل عندنا اليوم اذا احنا طلبنا من الاخوان في سواء مكتب التشغيل او وزاره النفط او حتى المحافظه او الحكومه المركزيه ان تدقق في خلينا نقول الجوازات او الدخوليات في الشركات اللي عندنا سواء في النفط وحتى في بعض الوزارات، يعني عندنا في الكهرباء، عندنا في الموانئ، عندنا في جميع يعني الوزارات الحكوميه، هناك شركات اجنبيه وعماله مخالفه للتوقيت الصحيح خلينا نقول. نعم. فاللي يتحملها يعني مع الاسف اقول الحكومات يعني سواء المركزيه او المحليه او حتى النقابات العماليه، دوم النقابات العماليه عفوا ما اخذت الدور الحقيقي في الدفاع عن العامل العراقي اللي احنا كلنا نعرف يمكن يعني انه اليوم في جميع الدول العامل البسيط يكون الى ظهر وسند من خلال النقابات تكون تدافع عنه حتى في خارج القوانين، اذا يعني اذا العامل اسيء اليه او ما اخذ حقوقه هناك نقابات تدافع. الا مع الاسف في واقعنا في العراق والبصره النقابات يعني موقفها كلش ضعيف. نعم. زين استاذ حيدر، يعني انت ذكرت يوم العماله موجوده بالمطاعم والمحلات وبالشركات ونشوفها ايضا بالبيوت صارت موجوده وحتى بالمدارس. بالتالي ايش وقت نخلص من هاي الظاهره اللي صارت يعني مثل ما نقول بالعاميه بلا ملح؟ شوفي يعني هو من يعني خلينا نقول يعني الاوامر الرئيسيه المعاط بها هي وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه، هي اللي تنظم لنا هاي العماله اللي تدخل في السوق، وخصوصا في هاي الايام مثل ما تفضلتني مثل ما تفضلتي غزت حتى البيوت. لحد الان وزاره العمل يعني ما حطت فت قانون اقلها يحد من الدخول بنسبه معينه او حتى افرض يعني افرض اليوم انا على القطاع الخاص سواء المطاعم الاسواق في جميع المجالات انه يكون يعني تشغيل العماله خصوصا ما شاء الله اليوم العماله يعني العربيه سواء يعني اللبنانيه او السوريه والمصريه يعني صارت بشكل كلش واسع، فيجب وضع يعني قانون يحد من دخول العماله حتى المطعم حتى غيره حتى الاسواق انه تكون يعني بنسب معينه، لان هذا الواقع اللي فرضته هاي العماله وفرض يعني فرض عدم تدقيق واصدار قوانين، يعني اليوم شبابنا والاكثريه حجم تحت عنوان الرعايه الاجتماعيه، وهاي تحطيم للطاقات الشبابيه سواء عنده شهاده او ما عنده شهاده، يعني جاي يخلونا فقط بالرعايه يحجمون هاي الطاقه ويعني يقللون من امكانيه الشاب انه عنده فد طاقه فد امكانيه فد شغله يشتغلها. يعني يوم انت معترض على رواتب الرعايه يمكن هي سبب اليوم بتدمير الشباب وعدم بحثهم على العمل؟ لا شوفوا مو اعتراض، يعني انا اليوم الدوله عندما ما ابحث عن تمكين شبابنا عن تشغيلهم ايجاد فرص، ما ممكن اسكت لي انا اليوم طاقات شابه اصحاب شهادات يعني شباب في خلينا نقول في عمر الورد انه اخلي في مخيله الشاب انه اليوم انت بالعراق ما عندك غير الرعايه الاجتماعيه، يا اما عندك واسطه او غير منافذ يعني غير صحيحه او الرعايه، هاي مشكله يعني هاي مشكله، انا بدل ما اعطي الشاب الرعايه توصل 150 او 270 الف اذا كان متزوج ولد اطفال يمكن اكمله 500 الف او 450 واخليه شاب منتج استفاد من عنده، اليوم عندنا معامل واقفه.